وعد فأوفى. نقيب المحامين ينجح في تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بمنطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة نادي اجتماعي للسادة محامي سوهاج. نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن المتداول عن قائمة الأسعار بنادي جليم وطلخة، وتؤكد أن القائمة لم يتم اعتمادها أو الموافقة عليها ولم تعرض على اللجنة المختصة. بتوجيهات من النقيب العام، نقابة المحامين تتخذ خطوات أولية لتجهيز مقر نقابة غرب طنطا بعد معاينة المقر ورفع تقرير إلى النقيب العام بحالته ومتطلبات تجهيزه. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 115 ملفاً من ملفات المعاشات وتحيله إلى الإدارة المالية لبدء الصرف. نقابة المحامين عقدت الثلاثاء الماضي جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بالنادي النهري في المعادي برعاية الأستاذ عبد الحليم علام وإشراف الأمين العام. لجنة شباب المحامين ركيزة أساسية في التوجيه والتدريب وأداة نقابية لخلق جيل واع ومثقف على قدر رسالة مهنة، وتعقد بشكل منتظم ومكثف دورات في شتى أفرع القانون. لجنة الشباب نظمت الخميس الماضي دورة عن عالم الميتافيرس من منظور قانوني ومستقبل المحاماة بنادي المحامين النهري بالمعادي تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام. إقبال محامي الأسكندرية على دورة الملكية الفكرية التي انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر معهد محاماة نقابة الأسكندرية بإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ورعاية النقيب العام. في 20 يونيو، اللجنة الثقافية تعقد دورة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمقر نقابة المحامين بالفيوم في تمام الساعة 1 ظهراً.